أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه جنازة؟ يقول أحسن الله إليكم: من يأتي إلى صلاة الجمعة مبكرا ثم يخرج من مسجده ويذهب إلى المسجد الذي فيه جنائز يصلي عليها ثم يعود مرة أخرى إلى مسجده، هل ينقص أجره؟ كيف يعود إلى مسجده؟ الجنائز ما مصلن عليها إلا بعد صلاة الجمعة، ما مصلن عليها إلا بعد صلاة الجمعة، وهذا التكلف لا ينبغي. إن حضرت الجنائز صلى عليها، وما حضرتها يكفي أن يصلي عليها من المسلمين، والحمد لله. نعم.